مربوطه اليوم نشوف سمير لوسيف ولد عمك فرنسا، انتم فرد عائله اللي 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 سمير لوسيف حتى كي يقول راني طلقت ولا حتى تسيلو اي مشكل، يعني بوليميك تونس كل تقف سمير لوسيف. اليوم نشوف ولد عمه محمد علي الاسمر، معناتها باللي باش يعمل بوليميك يقعد انسان معروف في فئه معينه، في فئه معينه معناتها انا من الناس اللي قالوا لي محمد علي. انا ثم حاجات خصوصيه ما نحكيش فيها نتاعي والله، هو هذيك نخليها عندي انا، في ما عندكش فيها دخل دابور. شوف شوف انا اليوم كي قالوا لي لانفيتي محمد علي الاسمر عملت لي ريشيرش نتاع تونس الكل، ما لقيت شيء. انا صحيت ما لقيتش، لقيت كانت تغني معناتها حتى معناتها كي تحكي ما عرفش، ما فماش معناتها حاجه هكا تحكيها معناتها ليك اي ترابلسيه. وعلى فكره على ما خرجنا منه الموضوع هذاك، استنى على 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 فازه الاطلاق اليوم فنانين ما شاء الله يموتوا على عرب يغنيوا حتى في طليق فنانه والا والا انا خدمت فيه طليق. اي معناتها السيد غنى في حول الطليق، مش انا مش في تونس. لحظه ساعه العرب مش حاجه خايبه محمد، راه لا الفنانين كلها هي تسمع اسمها، لكن ولينا نطلقوا عليها. انت ما نشوف العرب الفنانين في الشتاء، ما نشوف فين يخدموا العرب، وتقول لي واحد غنى في طليق وشكون شكون؟ انت صار في فرنسا انا ذي ما جاوبك. اخي انت وينك وقت انا في فرنسا؟ والله انا وقت في كندا. انا كندا انت نزلت انا وقت في كندا. لا اسمع شو ولدي العصور ما تزقش بوه، ريد كون خبزتك مسارقه وجيت خلينا نسيب لك الشبل من هنا ما ياكل لك تحكي مع سيدي وخلي لك الشبل هنا خفت والله. انا بقول لك